احنا دلوقتي البطولة دي بتمثل مصر. الرسالة للعالم من خلال تنظيم هذه البطولة ان مصر بلد آمنة مستقرة، جماهيرها إنسانية، رياضيينها يعني ايه في الرياضة بيلعبوا رياضة وجميع الأخلاقيات فيها. من أكبر القلاع الرياضية موجودة هي النادي الأهلي، سواء ناس اعترضين ولا ده واقع. وبالتالي قيادات النادي الأهلي عبر السنين لها ضوابط ولها التزامات بيتوارثوها، والأجيال اللي بيربوها ملتزمة بيها، وبالتالي مش هتلاقي تغيير من 10 سنين لعشرين سنة. احنا كقيادات افريقية وعالمية من ابناء النادي الاهلي بنلتزم بهذا. ويمكن انت لو تعرف ان اتحاد الكرة الطائرة اكتر اتحاد منظم او عارف حدوده لوائحه العالمية والدخل. فبالتالي لما نحب ندي رسالة ان مصر بتنظم بطولة يبقى لازم نوجد ضوابط. عشان نوجد ضوابط نقول ايه، احنا هنعمل ميزات لمين اللي هينظم، وشروطنا هي 1 2 3 4. مش شرط اللي يدفع فلوس، لا، اللي عنده الامكانيات، اللي عنده البنية الاساسية، بنية الملاعب والوتلات والاشخاص اللي بيديروا. فاعتقد لما بنحط الشروط وكل سنة هنحطها، النادي الاهلي تقريبا لما هو بينوي بياخدها، ودي انا سعيد بيها. في الكرة الطائرة العالمية كنا بنقاسي ان اليابان على طول بتنظم بطولة العالم، مش عشان هي بتدفع 40 و50 مليون دولار للاتحاد الدولي، لا، عشان التلفزيون بتاعها قوي، عشان البنية الاساسية عندها ملاعب خطيرة، والناس المنظمين فوق الوصف، وبالتالي يبقى المنظومة كلها هايلة. انا بقى بطبقها في افريقيا. عاوزين نقول رسالة مش بس على الرياضة، لا، رسالة للميديا، للدولة، للدول الإفريقية، إن آن الأوان إن الرياضة يبقى لابد أن تدار مش بأموال الدولة، بأموال الرعاة. وبالتالي لازم نشجع الرعاة، ومن هنا ابتدينا نقول هي بيدنج، مزاد على مين اللي ينظم. ولما تعرف إنك أنت هتنظم السنة الجاية هتبتدي تتفنن تجيب رعاة إزاي وتشركهم في المواضيع إزاي، وهي منظومة الرياضة إزاي تتطور. وأعتقد في مصر ابتدى الناس تعي، بس أنا عاوز أأكدها للعب التانية غير الكورة، هي بقت هايلة في الكورة. لما النادي الأهلي نظم أعتقد إن الدنيا هتحلو، الجماهير لها حق. إن شاء الله الضوابط اللي احنا عاملينها بالمساعدة الأمن وإزاي الأمن يشتغل، جماهير النادي الأهلي، كفاية أعضاء النادي الأهلي وضيوفهم. فنكمل بقى الرسالة ونوعي الناس إن عايزين تشجيع جميل غير خارج، مش عايزين تجاوزات. واللعيبة نفس الكلام، نقول لهم ما تعملوش إثارة، مش عاوزين حد يحتاج. احنا عندنا ضوابط جوه التحكيم، اللي بيحتاج خارج النظام له ضوابط. وإن شاء الله المنظومة دي هتساوي رياضة، أخلاق، رعاية. ودي الرسالة نقول للعالم كله احنا بننظم في نادي الاهلي في مصر، وبالتالي احنا الاشعاع اللي مطلوب الناس تسمع عليه.